في الذين لم يكتملوا اللقاح، يعني أخذوا جرعة واحدة أو أخذوا جرعتين بس عدى عليها فوق الـ 8 شهور. فللأسف بنشوف الحالات الحرجة في الفئة هذه تحديدا. الموضوع مطمئن ليش؟ لأنه الناس اللي بتاخذوا الجرعة المنشطة بنلاقي إنهم حاجتهم لدخول المستشفى أو إصابتهم بمرض شديد جدا نادرة. فهذا يؤكد إنه بإذن الله مع التوسع في إعطاء اللقاحات والتوعية، في ناس يخافوا يقول لك لا احنا حناخذ الجرعه الثالثه، بعدين حتقولوا لنا الرابعه بعدين. فالحمد لله الوضع مطمئن، زاد الوعي، زاد الاقبال على الجرعه التنشيطيه. فان شاء الله مع مرور الايام، قلنا انه بعد 14 يوم يبدا يشتغل من الاخذ الجرعه التنشيطيه، يبدا الجسم بانتاج الاجسام المضاده. فباذن الله يعني في الايام القادمه حنبدا نرى انه المنحنى تبع الحالات الحرجه